أنت حر، ما لم تضر. أيوة أنت حر ما لم تضر. ما هو ما تجيش تركن لي عربيتك صف تاني وأجي أكلمك تقول لي أنا حر. لا مش حر. ممكن يكون في حد تعبان، ممكن يكون في حد مستعجل نازل ياخد عربيته أو يودوه مستشفى، وحضرتك قافل عليه عشان حضرتك حر. لا مش حر. والأستاذ اللي ماسك موبايله وعمال يصور ده ودي، يصور اللي رايح واللي جاي، بتيجي تتكلم معاه يقول لك أنا حر. لا مش حر. أنت عارف التصوير اللي أنت بتصوره ده هيتسبب للناس في إيه؟ هل فكرت مرة أنت بتصويرك ده ممكن تخرب كام بيت؟ ليه بنفكر دايما إن الحرية في اتجاه معاكس؟ ليه كل واحد فاكر إن الحرية لشخصه هو وإسعاده هو فقط؟ كل أستاذة اللي دايما بصر جارتها وبصر زميلتها وبصر صاحبتها تيجي تتكلم في أذاهم تقول لك أنا حرة. لا مش حرة. الحرية دايما اللي ينفع الناس وما يضرهمش. الحرية طالما ماشية مع مصالحك ومبتضرش الناس فأنت حر. فدايما بص للحرية بنطاق آخر. تحياتي يا هشام.